مرحبا، اليوم رح أحكي عن برنامج Active Inspire. هو برنامج يستعمل لتصميم الدروس التفاعلية اللي بده يتم عرضها على لوح تفاعلي. أول ما بدخل على البرنامج ببين عندي المنيو بار اللي فيها الفايل، Edit، View، Insert Tools وهيك. حدا ببين الDocument Tabs وهن المستندات أو الDocuments اللي أنا فتحتهم ضمن هيدا البرنامج. هون عندي مستندين Untitled وإليان يوسف. كمان إذا بكمل بوصل على هيدا السكوير بالأزرق، إذا كبست عليه بيصير لونه أحمر، لكن هو عبارة عن لونين أحمر وأزرق. الأحمر تيقلي أنا بالديزاين مود، يعني أنا هون عم صمم الدرس ففي صلاحيات معينة بقدر استعملها بالتصميم. لما بكبس على الأزرق بصير أنا بالبرزنتيشن مود، يعني بمكان العرض. حدا ببين عندي عدد البيجز أو الصفحات الموجودين بهيدا البرزنتيشن. كمان بقدر اقشع هون بوكس جديد اللي هي التول بوكس أو لايحة الأدوات الموجودة بالإنسباير، من الألام، المحايل، هايلايترز، الأوبجكتس وغيرهم. كمان إذا بنزل نزول بقشع الفليب تشارت تراش كان أو سلة المحذوفات، لأنا كل شي بعمله ديليت ينزل هون بهيدا السلة. وعلى الشمال بيكون عندي البوكس اللي هي بيج براوزر أو المتصفحات اللي بقشع فيها البيج براوزر. هني ببينوا عندي هون الصفحات، ببين عندي كمان الريسورس براوزر إذا عندي موارد أنا ضايفتهم، كمان الأوبجكت براوزرز إذا أنا عندي أوبجكتس كمان ضايفتهم، النوت براوزرز إذا أنا حاطة نوت، Property Browser إذا بدي أعرف الخصائص لصفحة معينة أو لأوبجكت بقلب هالصفحة، الأكشن براوزر هو للايحة الإجراءات اللي أنا بدي أعملها، وآخر شيء الفوتينج براوزر إذا بدي أستعمل الفوتينج ماشين. هول البوكسز والمنيوز في حال ما كانوا مبينين أنا بروح على View وبتأكد أنه عاملة تشيك على Browsers، Menu Bar، Document Tabs وFlip Chart Trash Can كرمال يبينوا عندي على الشاشة. Thank you.